السلام عليكم. من أكثر النصائح التي أعجبتني للكاتب المؤلف جاكسون براون في كتابه إرشادات الحياة الصغيرة، ويعد هذا الكتاب من أكثر الكتب تهاديا بين الآباء والأبناء، وأيضا يعد الأكثر مبيعا حسب قائمة نيويورك تايمز. وكان هذا المؤلف نصح ابنه قبل مغادرته إلى الجامعة، فقال له اكتب 10 إنجازات أو أهم 10 إنجازات تود تحقيقها في حياتك، وانظر إلى هذه الورقة ليل نهار. وخليني أنا أحكي لك أنه من الضروري أنه إحنا نكتب أيضا إنجازاتنا التي نود تحقيقها. وحاول انه انت تشوف هذه الورقة يعني عند نهوضك من النوم وعند يعني اللجوء الى النوم. ليش؟ لانه اخواني الافاضل دايما عقلك الباطن بيستمد او بيحفظ اخر صورة انت يعني حاولت انه انت تبث اليه من افكار. لذلك هذه الورقة من المهم ان تكون مرافقة لك ليل نهار وفي محفظتك، لانه هذه تجربة رائعة تكون وحتغير من ادائك ايضا وحتخليك متميز عن غيرك. اذا اعجبك طبعا هذا الفيديو ما تنسى الاشتراك في قناتي والاعجاب بهذا الفيديو.